بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو يشرح كيفية إنشاء وسيلة تعليمية اللي هو التكبير أو التحاكي أو الداليت، اللي هو يعني المصطلح المشهور. طيب، الطريقة، أول شيء أنا هون راح أعرف متغير الأول بدي أسميه A، بدي أحكي قيمته تساوي 1، وهذا A أنا اللي راح أعتبره إيش، هذا اللي هو معامل التكبير، أوكي. بدي أعرف A1 متغير ثاني، وده أحكي قيمته 3، هذا اللي هو عدد أضلاع المضلع اللي أنا بدي أنشئه. ومن هنا راح أسوي أنا إيش، من هذولا راح أسوي لهم سلايدرز، يعني من كل واحدة منهم راح أسوي لها إيش، راح أسوي لها سلايدر. أنا من هون باجي على السلايدر وانشئ هون سلايدر، إذا كنت تسميه نمبر A، بعمل اوكي. هون ياخذ من سالب 5 الى 5، والانكريمنت تاعه خليه نص مثلا، تقدر تختار انت اللي بدك اياه. خياته اوكي، عملنا اوكي، صار A صار يتحرك. A1 سماه هو A1، صار يتحرك. اذا هذا A، اذا هذا الاولاني اللي عملته هذا كان ما في داعي له. اذا خلينا نغير الاستراتيجية، حتى A1 هذا ما بدي اياه، تعمله ديليت، سميته اذا عرفته. الان بدي انشئ سلايدر ثاني، اوكي. السلايدر الثاني بدي اسميه A1 وبدي اخليه يمشي من 3 لعدد اضلاع المضلع الى 10، والانكريمنت يعني اللي عند عشاري انكريمنت 1 يعني بزيد كل مره 1. صار عندي متغيرين، واحد اسمه A وواحد اسمه A1. الان بدي اجي هنا على الأيقونة هذه، أنشئ regular polygon، يعني مش شرط regular بس يعني بسهل علينا العمل. أوكي، هسا أنا ضغطت هنا نقطة نقطة، وراح أقول لك كم عدد النقاط اللي بدك إياهم. أنا حطيت إنه A1 هي عدد الأضلاع، نحط A1. طلع على طول تكون مثلث، لأنه A قديش؟ A عبارة عن 3. طب لو غيرنا طلع صار رباعي، خماسي، سداسي، إذا هيك أنا حركته كامل كما أشاء. طبعا هذا كله متغير ومتحرك، وبقدر اغيره من هون. الان بدي احسب كم محيط الشكل ومساحة الشكل، وهون طبعا بطلع على المتغيرات اللي على اليسار علشان اعرف كل واحدة ايش قيمتها. يعني هاي F ايش هي، هاي اللي هي 2 و8. هسا بنشوف، اذا نحن من القياسات من هون ناخذ شغلتين، اللي هي الديستانس اللي بتعطيك محيط الشكل، اللي هو هياته هون، لو نكبر عشان نعرف المتغيرات شو قيمها، اللي هي 14.35، اللي هي بيريميتر بولي 1 14.35. اذا هاي اللي بتهمني انا. الان انا هذا شو بدي اسوي فيه، بدي اخفي التكست، ما بدي يبين، خلص هيته شلته من هون، يا اما يعني يظهر يا اما يختفي، انا اخفيته خلص. اذا اول وحده عرفتها، بقدر اجي على هذه وايش اسوي فيها، اغير البروبرتي تاعتها واسميها محيط النيم هون، بدل ما هي مكتوبه هيك طويله، خلينا نسميها مثلا محيط المضلع، اوكي. وخلص هاي هيك انا عرفتها باسم محيط المضلع. لا ايش ماله، لا ما فهمها، نخليها بالكابشن محيط المضلع، بيقبل لو تحط الكابشن، هذيك لازم يكون بالانجليزي. فهاي عشان بس نخفف اسمها، بدل ما هي تكون هيك خليها بيراميتر انجليزي، بالانجليزي بس معلش، هو بيراميتر بير، شايف قبلها صارت اسهل علي هون، بيراميتر صار بير، يعني بقدر اتعامل معها بسهولة بدل ما يكون طويل وما فهمش كيف تتعامل معها. خلصنا من هاي الشغلة، اذا هاي البيراميتر طلعناه. هسا بنطلع المساحة، بنرجع على هنا على الأيقونة هاي، نحسب الأريا، وهاي الأريا نفس الكلام هون، الأريا قديش طالعة لما تطلع عليها، برضو بدي أخفيها هاي، ما بدي تظهر أنا. هي 14.8 اللي هي بولي 1، أنا التكست ما بدي أتبين، إذا هاي الأريا خفيتها، إذا هاي البولي 1 هو قاعد بظهر فيها، لأني أنا صرت سويها مرتين، لازم اضغط على السهم بعدين ضغطت هون. هاي ال 14.8 اللي هي ال 14.18% اللي هي ايش، المساحة.
خلينا نسميها بولي 1، خليها بولي 1 سهلة. أنا بديش المتغيرات أن يكون حجمهم كبير يعني أقعد أدور عليهم. طيب الآن خلص صارت سهلة الأمور. الآن بدي أختار نقطة، نقطة متحركة، أي نقطة. خلينا نقول هذه النقطة كي هي مركز التحاكي أو مركز الدايليت. نيجي هنا على أيقونة اللي هي انلارج فروم بوينت، نختار البوينت ثم بنختار الشكل ثم بنختار عن ايش اخترنا؟ اخترنا النقطة والشكل. خلنا نتأكد select object then center. بالعكس احنا لازم نسوي نعيد. اول نختار دليت، نختار الشكل ثم النقطة ثم بقول لك الفاكتور. الفاكتور من ايش سميته؟ سميته A، من اخترته A. اذا هنا سواه وطبعا خلص سواه، ركب الشكلين فوق بعض. لو غيرنا النقطة، هاي نقطة التحاكي، لو غيرنا A، شوف هياتها اكبر او اصغر حسب معامل التكبير اللي احنا بنستخدمه. طبعا نقدر نغير مكان الشكل عشان تظلها كل الصورة واضحة لنا، نقدر نصغره نكبره ببين معانا بكل بساطة. هيك صار احنا عند الأداة فيها كل شيء. طيب بس شغلي واحدة بدي اسويها، شو هي؟ اني انا بدي اظهر النسب، يعني شو علاقة المساحة والمحيط بمعامل التكبير اللي هو A الاصلي. طبعا هاي A بقدر انا اغيرها، وشو اكتب عليها؟ راح على رايت كليك، بروح على بورتز، بروح على البيسك، بختار في الكابشن، ما بغير اسمها خليها A، نسميها هون معامل التكبير بالعربي، معامل التكبير. هاي طبعا بالدايليت بنسوي، عفوا في الكابشن. وتحت بنقول له انه شو اوبجكت، ما بدي النيم، انا بدي اطلع لي الكابشن. اخترت من هون شو ليبل اللي هو الكابشن. هاي خلصت مين؟ خلصت اول واحدة. الان بس نخلص منها ونختار مين؟ هاي معامل التكبير. هون بدنا نغير على A1، شو بدنا نسميها؟ نسميها ايش؟ عدد الاضلاع. بيسك حكينا، وهنا نختار الكابشن، الكابشن هيئته، نقول هون عدد اضلاع الشكل، هاي انتر، وشو ليبل اللي هو الكابشن. خلاص بعد ما انهي هذا الكلام هيك صار عندي انا واضح كل اشي بدي اياه، والمتغيرات اخليها قدامي. هسه ضايل بس شغلي، بدل ما اروح اعمل اكسل وخلي الطلاب يشوفوا الاكسل، لا انا عندي طريقه ثانيه اسهل من هيك كمان، اني بقدر اجي هون واختار ايش؟ اختار اني اكتب تكست، اللي هو ايش راح اقول هون؟ النسبه. بس قبل هاي معلش تعجلت انا. هسه انا بدي اعمل عمليه حسابيه هون، اللي هو بدي اعرف متغير، بدي اعرف متغير اللي هو يساوي. المتغير اللي بدي اعرفه عبارة عن عملية قسمة، راح اسوي عملية حسابية. انه انا ايش راح اقسم؟ راح اقسم محيط الشكل القديم مع محيط الشكل الجديد. يعني هذا الشكل الاولاني، هذا الشكل، هذا انا ما حسبت محيطه، بدي احسب محيطه، بدي اعطيه متغير حياته. اذا هذا الشكل بدي اروح احسب محيطه، شو باجي بسوي؟ بختار الديستانس نفس ما سويته في هذيك، وبشيل الكلمة هاي بلغيها، وبختار هنا السهم، لا ننساش السهم. بعدين بنضغط على هاي، بنروح على البروبرتيز، وبنسميه بدل ما هو هيك، احنا سميناه ايش؟ بير هون نسميه بير 1 بالانجليزي. طبعا لازم اسم المتغير يكون بالانجليزي، بير 1 خلص، يعني بير 1 للي اتكبر، وبير للاصلي. هاي بعد ما نخلص من هاي القصة، هاي عنا المساحة كمان هي تطالعة جاهزة. إذا أنا ما في داعي أرد أحسب المساحة لأن أوريدي هم حاسبها، بس أشوف الأسم شو مسميه بولي 1، أنا نسميه هون بولي 2 بس عشان يكون سهل لما نيجي نكتب مش أكثر. طيب بس خلصنا من القصة هذه كلها ياتا،
نسكر هذول ما بلزمونا. خلاص صار عندي كل المتغيرات. الآن بدي أعمل عملية حسابية، بدي أعمل قسمة اللي هو بير تقسيم بير 1 للمحيط الجديد على القديم أو القديم على الجديد مش فارقة. هذا سميته هيك بس عملته أنا، طلع شو طلع لي، صلى اسمها بي، قال هنا تساوي 2. وبعدين ايش بدنا نسوي هون؟ هون معامل التكبير 2 ولا 1، هي هيك 1. طبعا هون ممكن انا اظهر شغلي في الاوبجكت انه اخليه يطلع لي القيمه كمان، يعني بقدر اجي هون على البيسك معامل التكبير شو اوبجكت، انزل لتحت شو ليبل، ممكن اعمل له مع كابشن اند فاليو، يا شايف يطلع نفس الشيء بالنسبه لعدد الاضلاع كله بدي كابشن اند فاليو، هيك بطلع لنا اياهن عشان نخلص من شغله انه انا مش عارف كم عدد الاضلاع او شيء مثل هيك، يعني ما اتوب. هاي خلصنا القصه هذه كلها. الان طلعت عندي هذه بي، بي شو هي هاي؟ اللي هي النسبه بين المحيطين. وكمان مره بدي ارد اسوي اللي هي بولي 1 على بولي 2، بولي 1 تقسيم بولي 2. شوف شو اعطاها، اعطاها قيمه اللي هي سي. ممتاز. هذول بي وسي ما راح يظهروا عند الطالب هون، هون انا بدهم يلزموني هون لما اجي اعمل تكست واروح كاتب نص واقول هون النسبه بين محيطي الشكلين تساوي كويس، وبروح برابطها بأوبجكت اللي هو نسبة بين المحيطين اللي هي بي، بي سمول بي، دور على بي، هيها بي، طلع لي اياها. بعدين طبعا بكبر هسه بنعدلها مو مشكلة المكان. بعدين نقول نسبة بين مساحتي الشكلين تساوي، وبربطها بأوبجكت اللي هو سي، سمول سي، هي هذا. الآن بعد ما أخلص بختار هذه بزيحها في مكان، بختار من هون من الجرافيكس بقول له خليها مثلا ميديوم، خليها بولد، نفس الكلام نسوي مع مين؟ مع النسبة بين مساحتي الشكلين، خليها بولد، خليها ميديوم، نحاول نحافظ عليهم بنفس ال يعني الآلية، ما يكونش يعني خلاص هذه كله بلزمنيش أنا، هيك صارت الوسيطة. هذه بنصغرها لان طلع هاي معامل التكبير، حركه شوف كيف صار يتغيروا معا بكل سهولة. حتى الصفر حسب لك اياها، لان لو ما كان المضلع خماسي كان سداسي، لو كان سباعي، لو كان ثلاثي، ايش ما كان تقدر ايش تسوي فيه انت، تسوي فيه بكل بساطة. وبامكانك تتحكم بالنقطة K، بامكانك تتغير الشكل من هون اطوال اضلاعه وهكذا. ما اتوقع توضيح كامل لكيف ننشئ وسيطة تعليمية من هذا النوع.